هذا وقد شهدت البطولة أحداثا متسلسلة وغريبة تنظيميا وفنيا بسبب عدم تحديد نقطة البداية للسباق الذي يمتد لمسافة 160 كيلو مترا، كما لم يتم تحديد الانطلاقة والمسار لعدم معرفة أعضاء لجنة التحكيم والمنظمين لموقع انطلاق السباق، حيث انطلق مجموعة من الفرسان من موقع والفريق الملكي البحريني وبقية الفرق الأخرى من موقع آخر بناء على طلب أحد أعضاء اللجنة الفنية، فانقسم الفرسان من المرحلة الأولى وسط ضبابية معلومات المرحلة، وخرجت اللجنة المنظمة بمقترح إلغاء المرحلة الأولى من سباق 160 كيلو مترا وتنظيم سباق بديل آخر لمسافة 120 كيلو مترا، مع حق الدول التي احتجت على السباق الجديد بتقديم الاحتجاج فيما بعد. وكان سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قد شارك في المرحلة الأولى لمسافة 160 كيلومترا ولم يشارك في السباق الجديد لمسافة 120 كيلومترا، وقد اقتصرت المشاركة البحرينية على الفارسان رائد محمود ومحمد الخاطري بعد خروج الشيخ محمد مبارك آل خليفة. المرحلة الأولى طبعا اتخذوا مش لجنة التحكيم، للأسف القرار السباق اليوم تحت إدارة رئيس لجنة التحكيم. القرار كان الاتحاد الدولي ضغط رئيس لجنة التحكيم ضعيف جدا جدا، وواجهنا رئيس اللجنة الفرنسي رئيس لجنة التحكيم قراره على أساس أن يتم إلغاء المرحلة الأولى وإعادة سباق جديد. طيب شو ذنب الناس اللي قدام؟ قراركم أنتم، أنا تعرفني حكم فورستار وفي هالنواحي، إحنا شو نسوي؟ نعوض اللي ضرر، نعوض بوقت. دام ان الخطا انتشر من الصبح الستارت، خطا من لجنه التحكيم، سوء اداره لبدايه السباق، ناس تضرروا، ولكن ما تتخذ قرار خاطئ على قرار خاطئ، تبني باطل على باطل. الان السؤال، هل بجميع الفرسان متفقين على هذا القرار؟ اغلب شفتك برؤساء الفرق ضد القرار، واعلنوا في كثير منهم اعلنوا ينسحبون ويقاضون الاتحاد الدولي على سوء اداره للسباق اللي شايفينه احنا من قبل 4-5 ايام. الوضع بعد لغايه الحين مش مستقر، بعدهم هم اساسا منقسمين لاكثر من طرف، لجنه التحكيم ولجنه البيطره، وما عارفين يتخذون